ومرحبا بكاع الوليدات الزوينين والبنيتات الزوينات اللي كيتفرجوا فينا من خلال القناة الأولى على برنامجكم أطفالنا. أطفالنا، هذا البرنامج اللي تعودتوا عليه وولفتوه كيف ما احنا ولفناكم بزاف 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 أنا وصديقي فنكوش. هذيك حال صديقتي سونيا، عرفتي شنو؟ شنو فنكوش؟ اليوم هو الأخر في الأسبوع. ماشي غادي نتوحشك أنا والأصدقاء ديالنا. حتى أنا فنكوش غادي نتوحشكم، وكنتمنى أن يدوز السبت والحد دغيا باش نتلاقاو اثنين إن شاء الله ونضحكوا عاوتاني وننشطوا كلشي نديروه مجموعين. واخا صديقتي سونيا. كيف ما كتعرفوا أصدقائي، أول فقرة كنبداو بها وهي صورة اليوم اللي كنقلبوا فيها على الاختلافات، واش كيكونوا خمسة ولا ستة ولا عشرة، على حساب غادي نكتشفوا الصورة مجموعين. فنكوش؟ أنا واجد. أنا اللي درت الاختلافات البارح. إذا أنا اللي غادي نلعب أنا والأصدقاء ديالنا. صافي يا فنكوش، غادي نخليك أنت والأصدقاء ديالنا تلقاو لنا الاختلافات اللي كاينين في الصورة. يبي. إذا أصدقائي، هذه هي الصورة ديال اليوم. فنكوش؟ برافو عليك فنكوش، وعرفتي شنو كنت غادي نقول لك؟ صافي انا وياك ولينا كنتفاهموا دابا. وهذا راه فكروني في لا شونسون ديالنا. ايوا راه هذا هو السؤال اللي كنت باغا نطرح عليك، كنت باغا نقول لك فاش فكرتك هذه الصوره فنكوش، وانت دغيا بديتي كتغني الويت اللي كنتمنى ان الاصدقاء ديالنا يكونوا حفظوها كما حفظها صديقنا فنكوش. يبي. اذا اصدقائي، هذه هي الصوره ديال اليوم وفيها خمسة ستة، ما عرفتش شحال فيها ديال الاختلافات. تلعبوا نتوما وفنكوش؟ يلا مشينا. شكون غادي يبدا؟ انا. ديما انت فنكوش. يلا خليو الاصدقاء ديالنا هما اللي يبداو. صافي يا فنكوش، مني قلتيها ماشي مشكل. يلا فنكوش لقى لينا اول اختلاف. العصفور الاخضر. العصفور الاخضر، العوينات ديالو مسدودين اللي هو هذا. بصح فنكوش، هنايا العوينات ديالو مسدودين بحال مسكين فيه النعاس، ولكن هنايا فايق مزيان بحال اصدقائنا وفنكوش. الاختلاف الثاني. لقيتو. ماشي نوبتك يا فنكوش، نوبت الاصدقاء ديالنا. واخا ودغيا لقاوه، ما عندي ما يتسالكم. شوف فنكوش، هذا مخرج لسانو وهنايا لا. عرفتي اللسان ديالو تما في نفس اللون ديالو، كاع ما بان ليا مزيان. ماشي مشكلة فنكوش، إذا أنت غادي تلقى لنا الاختلاف الثالث. أنا لقيتو قبيلة. شنو هو؟ صديقتي سونيا. نعم فنكوش. هذاك الفرخ الكبير. هذا فنكوش. ديال الأحمر. مالو؟ راه هو ناعس تاهو شوية. بصح فنكوش، هنايا ناعس ولكن هنا العوينات محلولين. ياك فنكوش. ودابا أصدقائي غادي نمشيو الاختلاف الموالي. برافو عليكم أصدقائي، شوف فنكوش، قالوا لي هاد العصفور ما عندوش هنا لديدة، ولكن هنا هيا كاينة باينة. راه غير مخبيها ورا الغصن. إيوا حنا ما بيناش عندنا فنكوش. المهم برافو عليهم. يلا فنكوش نوبتك دابا. كاع الفريخات ما بقاش فيهم الاختلافات. متأكدة فنكوش؟ عندك الحق فنكوش، الاختلافات ما بقاوش في الفريخات. شوفوا العش ديالهم دابا. نشوفوا العش. انا ما بان ليا فيه والو، والاصدقاء ديالنا حتى هما قالوا لي ما فيه. صافي لقيتها صديقتي سونيا. فينا فنكوش؟ واحد الوريقه تما ما كايناش. بصح فنكوش، هنايا كاينه هاد الورقه ولكن هنا ما كاين حتى حاجه. برافو عليك. شكرا. ودابا فنكوش، انا وانت والاصدقاء ديالنا غادي نعاودوا نركزوا غير شويه ونشوفوا واش مازال شي اختلاف ولا ما بقى حتى شي واحد. واخا صديقتي سونيا. انا ما بقى لي حتى شي اختلاف. نتوما اصدقائي حتى هما قالوا لي ما كاين حتى اختلاف، وحتى انا ما بان لي حتى شي اختلاف. وبهذا كنكونوا كملنا الاختلافات ديال الصوره، ونتلاقاو بكم الاسبوع المقبل في صوره اخرى. فنكوش، وي صديقتي سونيا، من بعد ما كنخدموا الذاكره ديالنا مزيان وكنقلبوا شحال من اختلاف كاين، واش باقي شي اختلاف ولا لا؟ لا ياش كندوزو من بعد. واحد جوج. برافو عليك فنكوش، فقرة الحركة والنشاط وأيضا الألعاب والرقصات وكاع داكشي اللي كنشطو فيه، فقرة الرياض الصغير. خليكم معنا.
أصدقائي، غادي ندوزوا لفقرة الرياضي الصغير، واليوم عندنا واحد الرياضة صعيبة فانكوش. وماشي مشكلة، أنا عزيز عليا الرياضة تصعب. صح فانكوش بزاف، ولكن أنا عارفة وخاكك غادي تبغي تضحك عليا حيت غادي نسخاف. لا 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 لا، متخافيش، غادي نكون مدرب ديالك. واخا فانكوش، عرفت الرياضة الصعيبة اللي غادي نبداو بها اليوم شنية؟ اليوم أنا ما غاديش نديرو غير 10 ديال المرات، عاد بالحركة غادي نديروها 20 مرة اليوم. ياك أنا عارفة غادي نسخف، ولكن ماشي مشكلة فانكوش، صافي غير صبري شوية وصافي. واخا فانكوش، إذا أصدقائي اللي بغيت نقول لكم هو أنه فانكوش اللي خاصو يصبر، حيت فانكوش اللي غيدير هاد الحركات اليوم، وأنا غادي نكون المدربة ديالو. ياك أنا اللي مولف كنكون مدرب ديالك. إيوا علاش تبقى ديما أنت هو المدرب؟ إلا بغيتي زعما. لا لا ما بغيتش زعما، بغيت أنا اليوم نكون المدربة ديالك، وأنت اللي غادي دير الحركة تا فانكوش. ماشي مشكل يلا. واخا فانكوش، إذا أول حركة غادي نبداو بها وهي حركة الجري. واش نجري بحال هكا ولا نجري غير هنا؟ لا جري غير في بلاصتك فانكوش. صافي. واخا يلا بدا. واحد جوج ثلاثة. أنا عزيزة عليا الرياضة. عارفة اللي كاينة فانكوش. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة. برافو فانكوش، شهيق زفير. برافو فانكوش، ودابا غادي ندوزو الحركة الموالية. غادي نبقاو في نفس الحركة، ولكن غادي تكون سريعة فانكوش. واخا واخا غادي تجري بجهد فانكوش. صافي انا اصلا سريع. ولكن غير في المكان ديالك. واخا يلا. واحد جوج دغيا فانكوش، دغيا دغيا. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة. فانكوش لا 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 لا، انا كنت سريعة عليك في الحسبة فانكوش. وفانكوش راه كندير شيق زفير، راس خفت وبلاتي خاصك تعاود فانكوش. لا 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 لا، صافي ثاني حركة واحدة أخرى. لا فانكوش، والأصدقاء ديالنا قالوا لينا ما بانش لهم كاع السرعة. يلا أنا غنعاود. يلا فانكوش غنبداو. ثلاثة جوج واحد، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة. برافو فانكوش، سخفتيني. وفانكوش عقلتي على اللعبة اللي عطيتيني أنا البارح؟ فاش بقيت كنقص بهذاك الكيس؟ أييه أنا راس خفت، ولكن ماشي بحال هكا، ما درتهاش كان بسرعة. ماشي مشكلة فانكوش، صافي صافي دابا غادي ندوزو الحركة الموالية. وتندير شهيق زفير. درتو درتي شهيق زفير فانكوش. يلا فانكوش غادي نعطيك واحد الحركة سهلة دابا، هي الأخرى. يا الأخرى صافي، وغادي نخدمو فيها الرأس ديالنا. صافي. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة. صافي برافو. لا فانكوش أنا غادي نعاود نحسب ياك. غنبدا واحد جوج ثلاثة، وقد ما سرعت قد ما أنت غادي تسرع في الحركة ديالك. يلا صافي. يلا فانكوش، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة. برافو فانكوش، ونجحتي في الحركات الرياضية. سخفتوا أصدقائي. ولكن سونيا لا تفانكوش بلاتي، ولكن راه هو اللي كيقول لي عزيز عليه الرياضة وهو بطل، أنا نتبع غير هدرتو. صافي واخ فانكوش. شنو بغيتي تقول لي؟ اسمح لي قطعتك. صافي بقيت ما ندير حتى شي رياضة دابا. علاش فانكوش؟ صافي راه عييت. واخا فانكوش ماشي مشكل، أجي لعب واحد اللعبة أنا وياك. نلعبو نلعبو نلعبو. كتعرف فانكوش لعبة الميم؟ لا. أنا غادي نعطيك واحد المثال فانكوش، بحال دابا أنا خاصني نجسد لك شي حاجة ولا شي مهنة ولا رياضة، وما خاصنيش نقول لك شنا هي. بحال دابا شوف فانكوش، بحال دابا أنا درت دابا ضر كرشك. بحال هكا فانكوش، أنا ما خاصنيش نهضر، ولكن أنت خاصك تعرف شنو كندير أنا. صافي صافي أنا راه واعر في هادشي. فهمتيها ياك؟ وأنا أكيد حتى الأصدقاء ديالنا غادي يكونوا فهموها، وأنا غادي ندير هاد اللعبة، وفانكوش اللي غادي يقول لي شنو كنجسد ليه. صافي؟ يلا غادي نبداو بأول حاجة. المهم أنا ما غاديش نقول لك فانكوش واش مهنة واش رياضة واش حيوان، أنت غادي تعرف الراس. صافي أنا راه واعر. شنو كديري؟ كيفاش شنو كندير؟ عاودي عاودي. شوف فانكوش مزيان،
فانكوش كنلعب الباسكت. برافو عليك فانكوش. ودابا غادي ندوزو لثاني حاجة. بلاتي نفكر أصدقائي شنو ندير. واخا صافي أنا غادي نديرها لي دابا. يلا فانكوش. اكتياز أصفر صديقتي سونيا. ما عرفتش فانكوش. انتي حكمة. غنعاودها لك فانكوش واخا؟ واخا. اش كديري؟ وراجل اللي خاصك تقولي اش كندير وانا راني مازال هزه الصفاره في يدي. ما عرفتش. غادي نعاودها لك لثالث مره فانكوش، وتا الا ما عرفتيش ديك الساعه غادي نقرب اكثر واخا؟ واخا واخا صديقتي صري. فانكوش مهنة مهنة بوليسي شرطي المرور. برافو عليك يا فانكوش. سير قلت لك خاصك غير تركز. البوليسي صفر على واحد الطوموبيل ومن بعد قال لها وقفي. ما عرفت شنو دارت، واش حرقات الضو ولا دارت شي مخالفة. مهم انا واعر عرفتو. برافو عليك يا فانكوش. ودابا غادي ندوزو الحاجة الثالثة بلاتي نفكر انا واصدقائي. نا 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 يلا فانكوش. أي فانكوش بحالك. شوف شوف ورا عرفتو من الاول. شنو هو فانكوش؟ ورا عندي واحد فحالو في الدار. واش بصح يا كنكر؟ اها. ورا عندي واحد في الدار مربيه مع الزرافه ديالي. واخا فانكوش برافو عليك. ودابا غادي ندوزو الحاجة الأخيرة فانكوش. يلا أنا كنتسنى. سونيا شنو هادا؟ واه سونيا سونيا أصدقائي معرفتش مال سونيا. فانكوش أنا راه جماد جماد ما كيبرد. صديقتي سونيا اوه فانكوش. ها واحد الحاجه جماد. جماد هي شي حاجه ما كتحركش من بلاصتها. شنو هي؟ برد. دايره بحال هكا فانكوش دايره بحال هكا. ما عرفتش اصدقائي انتو ما عرفتوها. اوه فانكوش راه واخا هكاك راه ما كيعجبنيش الحال فاش ما كتجاوبش. اصدقاء ديالنا قالوا لي عرفناها. ايوا قربيني ليها شويه. جماد جماد. ايه ايوا جماد. فانكوش ها راه جماد هي شي حاجه ما كتحركش. ايوا راه انت ما كنتيش كتحركي اذا هذيك جماد. فانكوش ها واش جبل فانكوش؟ جبل الجبال. وليتي جماد حتى انت فانكوش. شو اصدقائي هو بدا لينا في البسالات ديالو عاوتاني. صافي غادي نكملوا الحلقه وخليه هو جامد. ياك انا جامد. ايوا عرفي شكون انا. انت هو فانكوش ولا جماد؟ دابا فانكوش واش فهمتي شنو هي جماد؟ ولا انا فهمت جماد. ودابا انت انا درت لك اللعبه ديال الميم وعرفيني شكون انا دابا. يلا دابا انت رجعتي كتلعب معايا فانكوش. انا قلت انت هو فانكوش. فانكوش وانا جماد وعارفيني دابا شكون انا. وصافي راه قلت لك انت فانكوش. ما عرفتيش؟ انا ما عرفتش. قلت لك انت هو فانكوش. انا معلقه. شكون معلقه؟ انا معلقه. انا معلقه. انا ما شفتينيش. لا فانكوش ما شفتكش ولكن راك سرعتي المعلقه فانكوش. ما عندي ما يتسالك. شكرا. ودابا غندير لك واحد الحاجه الاخرى وصافي. ولكن انا غادي نوريك حاجه اخرى. واخا فانكوش لكن دابا اللي غادي ندير ماشي جماد. يلا صافي. هذا ما كيجلسش فانكوش. كيتحرك 24 ساعه على 24. يلا نشوف. واخا ها انت شوف مزيانه فانكوش. وراه باينه باينه باينه. وراه باينه باينه. يلا غير قول لي يا فانكوش. والاطفال يعرفوا. واخا وغير قول لي انت فانكوش. واش يقول لك الاطفال؟ اطفال قالوا لي هما اللي اقترحوه عليا اصلا. شنو ما فهمتش؟ ما عرفتيش؟ لا فانكوش.
فنكوش صديقي فنكوش اللي كيدير البسالات بزاف، ولكن واخا هكذاك كيجي شي حلقات وكيكون مركز وما عندي ما يتسالو. برافو عليك يا فنكوش. وانا ما خصك تعرفي شكون هذا اللي غندير لك دابا. يلا فنكوش. يبي واش هي بعدا ديال مين؟ صبر صبر. واش كل ما يعرفش فنكوش رقصة الصاروخ؟ أيه هي هذيك. إذا أصدقائي كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بلعبة الميم، وديروا حتى نتوما في المنازل ديالكم مع الأصدقاء ديالكم ولا مع خوتكم. إذا أصدقائي دابا وصلنا لفقرة صيفيات أطفالنا، وغادي نمشيو عند صديقتنا سلوى الأطفال اللي كيكونوا معها ونشوفوا واش مازالين نسيتي فاطمة نواحي مراكش ولا مشاو لشي بلاصة أخرى. كوكو سلوى بنتي اللي مشغولة مع دوك الأكسسوارات. هي ما غتشري ليا شي كادو زوين. سلوى سلوى. كوكو فنكوش لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. سلوى راه مشغوله، راه كتوجه للاصدقاء على الاطفال شي حاجه زوينه زوينه، داكشي علاش ما كتسمعكش. ايوا مزيان. سونيا اش بان لك في هذا؟ واش عجبك؟ الصراحه زوين بزاف. كنوعدك غادي نجيبو لك معايا ملي غادي نجي. كوكو سونيا، كوكو فنكوش، كوكو اصدقائي، سمحوا لي راه عرفتوا شفت هاد الاكسسوارات وانا ندوخ، فكرتني شان فواحد المفاجاه نوجدها لاصدقائي اطفال وحده اسكاو. وقولي لي بعدا كي بقيتي اليوم؟ الحمد لله سونيا فقت نشيطه بزاف، وهذا الشيء بفضل اصدقائي الاطفال اللي داوني عند لاله حبيبه اللي وراتنا دوك الاعشاب وعرفتنا عليها وكذلك على الفوائد ديالها. قولي لي اش ديري بهاد الاكسسوار؟ لا فنكوش ما غاديش نقول لك، الا بغيتي تعرف غادي تتبع معنا المفاجاه ديالنا، حيت كيف ما عرفتوا اليوم هو النهار الاخر لينا في الرحله ديالنا مع اطفالنا في المنطقه. صراحه يستاهلوا حيت فضلهم كنتعرفوا على جوج مناطق المغرب. اكيد سونيا ترجع اليوم الفضل. والمهم دابا نخليكم غنمشيو نلتحقوا باصدقائنا باش نديروا معاهم نشاط رياضي كالعاده، عاد ندوزوا المفاجاه ديالنا. يلا معنا. ارتحيتوا شويه؟ نتوما بعدا تبارك الله عليكم باش كتعجبوني ديما ناشطين، ياك ديما ناشطين؟ صافي ما توحشتوناش؟ توحشناكم. حنا توحشناكم بزاف ياك عالي؟ حنا توحشتكم بزاف. وانت اكرام؟ حنا توحشتكم بزاف. الوليدات باش نزيدوا في الحماس ديالكم علي غيدير لنا واحد النشاط رياضي، شكون بغا انا كلشي في بلاصتو كلشي في بلاصتو كلشي في بلاصتو كلشي في بلاصتو. يلا تحرك كلشي بنتي بغيتي تحرك. يلا 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 تجي معنا. يلا 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 نوقفوا شويه نطلقوا رجيلاتنا. يلا كلشي يوقف بلاصتو نطلقوا رجيلاتنا هكا 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 نحركوا الرويز. انا وياك نجيو هنايا وما كاملين مشاو يلا يلا كلشي فيا كلشي رجع بلاصتك يا سي. رجع 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 شوف فيا شوف فيا. نحركوا الرويز شويه واخا واخا. يلا حسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. يلا يلا زوج عشرة. يلا دابا كتيفات كتيفات. يلا واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة بركة خمسة بركة. دابا نرجعوا له واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة. يلا كلشي دابا يدينا كلشي يدينا كلشي هكا صافي مزيان. يلا نديروا واحد زوج ثلاثة ربعة خمسة تحركوا ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة. مزيان دابا غنتحناو كلشي اللود وغنقزو واخا غنحسبو. يلا كلشي تحنا كلشي دير هكا. يلا نقزو واحد جوج ثلاثة نقز. يلا نعاودوها نعاودوها واحد جوج. كاين اللي كيغش كاين اللي كيغش حداك يا كرام. لا لا ما كنغشوش. يلا نعاودو 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 واحد جوج ثلاثة. عزي حدايا هيا تعالي ديرها ليكم. يلا نديرها انا وياك واحد جوج ثلاثة. لا غنديروها بهولي نطلعوا نقولوا هولي واخا. هولي نعاودوها هولي عاود ثالثة هولي
تبارك الله عليكم. برافو عليكم. شكون عزيز عليه يلعب معايا؟ انا. لعبوا واخا نلعبوا واحد اللعبه زوينه واخا. يلا كلشي يوقف بلاصتو. عرفوا اللعبه؟ اللعبه دي سميتها السكوليت. عارفينها ياك؟ انا غنوقف ليه وعندي واحد مفاجاه لكم. غنحط حدا رجليا اللي وصل ليها الاول هو اللي غادي يديها. تفاهمنا؟ صافي. واجدين؟ مازال دوما. واش واجدين؟ واجدين. ناشطين؟ ناشطين. يلا نبداو اللعبه دابا. ها هي هذه هي المفاجاه. فهمنا؟ ها هي غتكون هنايا. يلا كلشي يرجع. ارجع كاملين الصف. يلا كلشي يرجع صف واحد. اجي واجي 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 واحد. اجي خليك باش نمشيو انا وياك نمشيو كاملين. صافي تفهمنا؟ هذه هي الكره اللي وصل عندي غير بحا. ولكن عندنا واحد الحكم سلوى والحكمه اكرام. حكمه سلوى وحكمه اكرام. تفهمنا؟ اللي غلط ولا اللي دارت لقيتو كيتحرك راه هما اللي غادي يردوه من الاول عاوتاني. فهمتوا؟ واش تفهمنا؟ ما سمعت والو. واش تفهمنا؟ يلا نبداو. واحد زوج ثلاثة. يلا سير 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 سير. رجعي. اجي 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 بصاحبتك. رجع. رجع زكريا. رجع. جري 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 زكريا. زكريا كيغش ما كيرجعش من الاول. رجع. دير الكمامه ديالك ورجع. انا بان ليا كاملين غير بها في كقاط بعد هاد الربعه. رجع رجع. راه خاصنا نرجعو واقيلا كاملين. تحرك. عروة رجعي. رجع 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 زكريا. رجع زكريا. راه قلت لك اليوم ما تحيدش من هنا. يلا هو تحرك واخا. رجع رجع رجع. عندك. يلا زكريا عاود. واو برافو برافو. يلا عطيه كرة. قولوا لي مبروك. مبروك. بالصحة بالصحة. واخا انا نعطيك واحدة أخرى. بالصحة. قولوا لي بالصحة. صفقوا عليه. برافو. شو سميتو؟ شو سميتو؟ شو سميتو؟ آلي مراد. آلي مراد. آلي مراد. آلي مراد. بالصحة والراحة. بارك الله عليهم. ناشطين ياك. عجبتكم اللعبة. هيا نزل حتى الآخر عطيها لك. صافي يا مراد. يلا كلشي يرجع ليه. يلا 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 يلا. عجبتكم اللعبة؟ نعاودوها مرة واحدة أخرى؟ ولكن خصكم تكونوا ناشطين. تكونوا فرحانين. شكون اللي ربح؟ مراد. مراد. مراد تعطيها ليا؟ لا. لا. وتخلي عليا نلعب بها شوية. لا كاع. ما نلعب بها ما ناخذها. صافي نعطيها لعليا خبي عليك. هيا عندي نخبيها صافي. عطيها عطيها عطيها. أنا مشيت مراد سلامة. هاكا. أنا يا خبيها. مبروك يا مراد. عجبتكم اللعبة؟ المرة الجاية نديرو لعبة أخرى صافي؟ صافي. عرفتوا دابا أنا هاد المرة أنا اللي عندي بنك صافي. عندي ثلاثة. صافي. ولكن حنا بزاف أروى ثلاثة كي غنديرو اليوم. صاحبتي شنو عندك؟ عندك شاف معاك وكوثر وصفيه. غير ما تهتم انا قلت لي قبيله وليت صديقتك. انتي واكرام؟ ثانية. واذا راسك خمسة د الصاخات. عندي. صافي. فحنا المرة الجاية نجيبو لك شي حاجة زوينة صافي. شنو غادي تشري؟ عندي كرة. عندي كرة. وعندي كرة أخرى. عندي كرة أخرى. لي بومبو. دابا تتلعبي السله انتيا؟ باش طوالي. عرام بزاف. وعندي واحد الحمراء حتى هي ديال هذوك ديال الماتشات. وعندي واحد اخرى الغوص. وعندي فقط هما ثلاثه. صح. دابا قلتي غتزيدي عليهم جوج هي خمسه. انا وضوحه واكرام. وشكون اخر؟ صفيا. صفيا. شكون اخر غتعطيها؟ علي. علي شكرا. علي درتي الاصدقاء. قلتوا قبيله لعلي بالعزيز عليكم مفاجات.
دابا حنا اليوم موجدين لكم واحد المفاجاه زوينه، واش بغيتوا تعرفوا شنو هي؟ يلا نكتشفوا مفاجاتنا. يلا يلا ريحان، يلا يلا نمشيو. كوكو أصدقائي، أكيد تتسولوا راسكم علاش لبسة هاد اللباس أنا والأصدقاء ديالي. إيوا هادي هي المفاجأة اللي قلت لكم عليها، ولكن راه باقا ما وجدات. لالا عيشة، هاد اللباس عندكم زوين تبارك الله، ولكن شنو كيميزو على اللباس ديال المناطق الأخرى؟ اللباس ديالنا كيتميز بهاد القطيب الحمار وبهاد السفيفة ديال النقرة وباللبان. هاكاك زوين. ودابا هذا تلبسوه غير في العراسات ولا حتى العيالات الاخرين يقدروا يلبسوه في الاحتفالات زعما والمناسبات العاديه؟ كيلبسوه في العراسات وكيلبسوه في الحفلات وكيلبسوه في العرس. البنات تلبسوه مع العروسه نفس اللبسه. كيلبسوا نفس اللبسه ديال الشلحه، كيلبسوا البنات وكيلبسوا كتلبس العروسه. هي ديال العروسه كتختلف شويه، كنزيدوا فيها كتلبس الخلخال دوك الخلخالات، وكنزيدوا لها لبان اخر والخلخال. هاكا اذا مازال تيتزاد على العنق بزاف د الحوايج. يلا واخا هادشي راه ثقيل، راه زعما ثقيل عليهم، ولكن نتوما مولفين. مولفين هاكا. حتى انا صراحه اول مره غادي نلبسو ولكن عجبني. تبارك الله جات معاك. لا لا يخطيك. نتوما مازالين هنا وسيروا عند علي، راه حتى هو كيلبس هو والاصدقاء ديالنا. على ما ساليت انا واكرم وصديقاتي. الخنجر حتى هو ضروري خص يكون من جهه غادي الطق، هذا ديال المنطقه، هذا جهه اليمن، الجهه ديال اليمن، باش ملي كتشطه تحكم فيه هو، والشكاره كتزيدها الى الجهه اليسرى باش تحكم فيها الى بغيتي تجيب لنا شي حاجه من اليمن. من اليمن. ولكن كيف ما بان لي انا فاش الاحواج ديالكم ما كيلبسوش الشكاره. دابا حنا هذا ماشي ديالنا الاصلي، هذا ديال قلعه مكونه، ولكن الناس كيديروا هنا. حنا بحال الناس القدام كانوا دائما كيديروا الشكاره، كيجمعوا فيها شغلهم، كيمشيو للسوق، لان هذه هي قول الباليزه ديالو هو. بحال هذا عندهم السكن، الرجال عندهم هذا السكن القدام. السكن القدام. ولكن هو ماشي التقليد ديال، هو ديال قلعه مكونه. اه. حنا اللي بغيت نلبسوها كنلبسو، كنشاركوا التقاليد مع ديال المغرب كله، كنشاركوهم. مزيان. كي جاتني الوليدات؟ جاتني زوينه ياك. ويلا دابا نمشيو للمفاجاه ديالنا، واخا؟ يلا نمشيو. يلا نمشيو للمفاجاه ديالنا. عليها كي جاتكم؟ لا 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 ما سمعت والو. كي جاتكم المفاجاه؟ برافو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الرئيس محمد لاباس عليك؟ الله يحفظك يبارك الله فيك. جينا عندك تجاف اليوم، راه عجبنا الجو بزاف. مرحبا وسهلا. مرحبا. الله يبارك فيك. شكرا بزاف على هذه الكليسه وعلى هذه الموسيقى وخصوصا على هذا اللباس الزوين ديالكم. بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك فيك. اصدقائي في راسكم اليوم غادي نديروا واحد الرقصه زوينه، مستعدين ولا لا؟ علي ما سمعت والو. صافي تبارك الله عليكم. ولكن قبل ما نديروا الرقصه خصنا نعرفوا شنو هاد الالات اللي كيديروا لنا بهم الموسيقى. صافي. شكون اللي بغى يعرف شنو هما هاد الالات؟ انا. صافي. ها هو الرئيس محمد غادي يشرح لينا كل حاجه. صافي. الرئيس محمد بغينا نتعرفوا على هاد الالات اللي الموسيقيه اللي كتخدموا بهم. مرحبا مرحبا. ان شاء الله. هذا سميتو النقوس.
هاكا هذا هو تعطي واحد الرام زوين. شكون اللي بغى يجي يشوف هذا الناقوس؟ اجي انت جاولي زيد واحد فيكم زيد بحال بحال زيد زيد وليدي زيد 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 هاك هاك زيد زيد شويه هاك قولي ديروا لي الايقاع برافو عليك. هذا سميتو غانغا مصنوع من واحد العود ديال القرقب هكاك من سميتو تيصوبو نجار من بعد تنديروا ليه واحد الجلد ديال العجين عليها هادي سميتها اصدقائي شكون يجرب الغانغا غانغا اجي بنيت اجي اجا مرات تنطيب جوجكم تجربوا هكا تمشي من ديك الجهه ياك لي مني دي بلاصه رياض ياك ريح في بلاصه 30 ديك الجهه عاود لي عاود لي على سوا تمشي من ديك الجهه باش الجهه قريب تمشي من ديك الجهه طيب برافو ضربي جوج ضربات وحده تبع وحده عاود دف دف وانا مزيان وانتم تديروا اصدقائنا ما يشاركوش اصدقائنا شكون انت شكون فيكم بغات هو ياخذ شي اله يلا اجا اروى كل واحد فيكم يعطي لصديقنا شي اله يدير حتى هو يلا ديروا شكون فيكم بغى بغيتي اجا واجي حداك اجلس حداك باش توريه صافي ونشوفوا شنو غادي ديروا لينا يلا علي نبقى نرجعو ندخلو كم لاسف على هذه الآلات الموسيقية عجبكم صافي تبارك الله عليكم دابا غادي نخليوهم هما يديروا لنا شي موسيقى زوينة محيحة باش حنا نجيو نشطحوا صافي يلا نوضوا اجيو عندي نتقادوا يلا يلا ولكن قافلة صيفية أطفالنا مازال عند لكم بزاف المفاجآت ومازال غادي تزور بزاف ديال المناطق في المغرب باش نتفاصلوا معكم هاد الصيف كامل مجموعين خليكم معنا الأسبوع الجاي مع مغامرة جديدة في منطقة جديدة مع أصدقاء جداد
فنكوش. زوينين صديقتي سونيا. تبارك الله عليهم فنكوش، وتبارك الله عليك، وتبارك الله ايضا على صديقتنا سلوى والاطفال اللي كيكونوا معاها. كنشكركم بزاف على هذه المناظر الخلابه اللي كتوريونا، ولجميع الناس اللي كيكونوا معاكم وكيعطيونا معلومات جد مفيده. غادي نتلاقاو بك سلوى الاسبوع المقبل، وغادي نشوفوا فين غادي تحطي الرحال. وسلمي لينا على الاصدقاء اللي معك دابا. اذا اصدقائي، دابا جا الوقت ديال الفقره اللي كتكون معنا كل يوم جمعه، وهي فقره تلاوه القران الكريم مع صديقتنا شيماء. مرحبا بكم صغاري في فقرتنا الجميله والمفيده، للهدف ديالنا من خلالها هو اننا نكتسب قيم ومبادئ دينيه. وكيف كتعرفوا اطفالي ان في بدايه الفقره ديالنا دائما كنقراو سوره من القران الكريم، وكذلك كنتعرفوا على قيمه دينيه جديده. واليوم اطفال، القيمه الدينيه اللي غنتعرفوا عليها مهمه جدا في حياتنا. إذن أصدقائي، أول حاجة غنبدأ بها هي قراءة سورة الفلق. أجوا معي أطفالي الصغار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. نعود أطفالي الصغار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله مولانا العظيم. أصدقائي الصغار، كيف كنعرفوا جميع أن طاعة الله والعبادة ديالو هو شيء واجب علينا، وكاينين حوايج كثيرة اللي كنطيعوا بها الله وكنتقربوا منه بها. فكاين الصلاة، كاين الصدقة، كاين الزكاة، كاين الصوم، وأشياء عديدة. وكيف كتعرفوا أطفالي أن الله كيأمرنا بأشياء كثيرة، ومنها طاعة الوالدين. نعم أطفالي، طاعة الوالدين. أطفالي الصغار، الله عز وجل أمرنا بطاعة الوالدين في سورة الإسراء، وبالضبط في الآيتين 22 و23 اللي كيقول فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله مولانا العظيم. إذن أطفالي الصغار، من هذه الآيتين كأمرنا الله بالبر بالوالدين. شنو هو البر بالوالدين أطفالي؟ هو أننا ما خصناش نغوتوا عليهم، وخصنا نحترموهم ونسنتوا لهم من يكونوا كيهضروا معنا. نعم أطفال، وأنا عارفكم أنتم وليدات زوينين ومؤدبين وكتطبقوا هذا الشيء. بغيتكم أطفالي تعرفوا باللي القيمة الدينية اللي هي البر بالوالدين مهمة جدا في حياتنا، إلا طبقناها غننجحوا في الحياة ديالنا. نعم أطفال، أول حاجة لأن الله عز وجل هو اللي وصانا عليها، ولا درناها كنكسبوا رضا الوالدين ورضا الله. وكنبغي أطفالي نوصيكم على حاجة أخرى، هي أن الكلام ديالكم خاصو يكون مع الأب ديالكم والأم ديالكم كله حب وتقدير واحترام، لأنهم كيضحيو بالغالي والنفيس باش يقريوكم ويوفروا لكم الحاجيات ديالكم ويعيشوكم في مستوى جميل. إذن أطفالي الصغار، كانت هذه هي القيمة الدينية اللي تعرفنا عليها اليوم، واللي هي البر بالوالدين، وكذلك قرينا سورة من القرآن الكريم اللي هي سورة الفلق. غنعاود نردد معكم أطفالي سورة الفلق
قبل ما نقوم بالتوديع ديالكم. أجيوا معي يا أطفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله مولانا العظيم. إذا أطفال الصغار وصلنا لنهاية الفقرة، وكنتمنى دائما أنكم تكونوا استفدتوا معايا وتعلمتوا معايا أشياء جديدة. أطفال الصغار إلى اللقاء. اذا كنشكروك صديقتنا شيماء بزاف على هذه الفقره الجميله اللي كتقدمي لنا واللي كتقدمي للاصدقاء ديالنا، واكيد غادي يكونوا كيستافدوا بزاف من النصائح والقيم والمبادئ اللي كتعطيهم. صديقتي سونيا. نعم فنكوش. انا كاع ما كنسخى بك. حتى انا ما كنسخاش بك فنكوش وما كنسخاش بالاصدقاء ديالنا، ولكن ماشي مشكل، غادي تمشي ترتاح السبت وغترتاح الحد وغتخرج مع عائله الفناكيش. ولكن يا فنكوش ما تنساش واحد الحاجه. شنو هي؟ ما تنساش دير الكمامه ديالك وتحترم التباعد. واخا طبيعي تحسن اختي سونيا. برافو عليك يا فنكوش. اصدقائي كنتمنى ان تكون عجبتكم الحلقه ديال اليوم، وغادي نتلاقاو بكم الاسبوع المقبل فقرات زوينه عاوتاني وبانشوده جديده. ودابا غادي نبقاو مع الويت. الويت جونتي الويت. أصدقائي غادي نغنيو دابا كاملين ألويت. ألويت جنتي ألويت، ألويت جو تو بلوميري، جو تو بلوميري لا تيت، جو تو بلوميري لا تيت، إي لا تيت، إي لا تيت، ألويت ألويت. ألويت جنتي ألويت، ألويت جو تو بلوميري، جو تو بلوميري لو بيك، جو تو بلوميري لو بيك، إي لو بيك، إي لو بيك. برافو فنكوش. Alouette, alouette, ah. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai, je te plumerai le cou, je te plumerai le cou, et le cou, et le cou, et le bec, et le bec, et la tête, et la tête. Alouette, alouette, ah. Bravo les enfants. Alouette, je suis très fière de vous. Alouette, je te plumerai, je te plumerai les ailes, je te plumerai les ailes. Bravo. Allez. Et le cou, et le bec, et le bec, et la tête, et la tête. Alouette, alouette, ah. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai, je te plumerai la queue. أصدقائي كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا في هذا الأسبوع. نتلاقوا الأسبوع المقبل في نفس الموعد وعلى نفس القناة. كنبغيكم بزاف أنا وصديقنا فنكوش. Alouette.